وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل مدير المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية الأستاذ مخلف عبد الصمد. أهلا ومرحبا بك سيدي. بداية، مع استمرار التظاهرات ودخولها الأسبوع الثاني، كيف ترون يعني تعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين في ظل أنباء عن سقوط 13 قتيلا ومئات المصابين؟ في البداية يجب أن ننظر إلى هذه الاحتجاجات إلى أنها نقطة تحول جوهرية في تاريخ العراق. كنا نتحدث سابقا عن أن هناك بعض المشتركات التي تجمع الشعب العراقي وتوحده. ما حدث بحق المتظاهرين في المحافظات الجنوبية هو نفسه ذاته الذي وقع بحق المتظاهرين في المناطق الغربية. الشعب في المناطق الغربية، شعب العراق في المناطق الغربية يشتكي من سوء الخدمات وترديها. نعم. وكذلك هذا حال المناطق المحافظات الجنوبية. نفسها أساليب القمع التي استخدمت على المتظاهرين في المحافظات الغربية نفسها تمارس على المتظاهرين في المناطق الجنوبية. هم نفسهم الميليشيات التي أخذوا إلى المناطق الغربية لقمع المتظاهرين السنيين هناك هم نفسهم اليوم من يقمعون أهالي الجنوب. بالتالي نحن أمام تظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة، نقطة تحول يجب التركيز عليها. أساليب القمع لم تتغير، لكن المحافظات العراقية جميعها اليوم أصبحت منتفضة ومتذمرة على هذه الأوضاع. وبالتالي ما أصدرناه اليوم من خطاب عاجل للمفوض السامي طالبناه بسرعة التدخل لوقف هذا القمع. نحن رصدنا أكثر من 100 إصابة كما أشار تقريرنا، حملة اعتقالات المصابين داخل المستشفيات، قطع الانترنت وحجب المعلومه وحجب المعلومه تعتبر جريمه حقوقيه نبذتها مواثيق الامم المتحده. ما نراه اليوم من استخدام العصي والكلاب والقراصيم المياه الحاره والنجسه تجاه المتظاهرين، قطع الطرق، عدم السماح للمتظاهرين المصابين منهم من العلاج، كلها اساليب قمعيه قد رايناها سابقا في المحافظات الغربيه. المصيبه استاذ مخلف في هذه القضيه ان العبادي يؤكد على ان قواته الامنيه لم تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، يعني اين الحقيقه الان في العراق وهنالك كم هائل من العراقيين اما قتيل او مصاب؟ انا اؤكد انه هو على حق. الميليشيات هي التي قتلت، ولكنه تناسى ان الميليشيات تابعه له وتأخذ رواتبها منه ولها ممثلين كما أشار تقريرنا اليوم، وهؤلاء الممثلين يعملون مع السيد العبادي في الحكومة العراقية. قد لا يكون الجيش العراقي قد قتل وضرب وجرح المتظاهرين، لكن هم الخط الثاني من الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب، وبالتالي مصادر تمويلها من العبادي هي من قامت بقمع المتظاهرين السنين. فهو قد يكون لا يدري أو يحاول أن يعني يتصنع أنه لا يدري. نعم. في الحقيقة الحكومة كما أشرنا اليوم هي مشتركة وشريكة وفاعلة وضاربة بالدماء المحتجين، لأن الميليشيات وأحزابها وحمايتها وأسلحتها تستمد قوتها وتمويلها من الحكومة العراقية للأسف الشديد. طيب، أنت أشرت إلى الانتهاكات بحق المتظاهرين وأنكم رفعتم تقريرا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان حول هذه الانتهاكات، برأيكم في أي إطار يأتي هذا الإجراء من قبلكم؟ نحن صدرنا اليوم للمفوض السامي تقرير. نعم. يحتوي على 10 صفحات، يحتوي. نعم. على مستندات، على مستندات وأدلة من أعضائنا المتواجدين في العراق. طفح الكيل. كنا نتصور أنه من حق المتظاهر العراقي أن يعبر عن سخطه بعد أن توقفت الكهرباء عن المنشآت الصحية والحيوية، وأصبح المرضى بدون علاج، بدون أكسجين، بدون أدوية طوارئ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ارتفاع درجات الحرارة غير مسبوق التي تجاوز 60%. هذا من حقه أن يتنفس ويخرج إلى الساحات وإلى الشوارع عبر أعضائه. تفاجأنا بهذه القمع. البعض كان يتصور أنه القمع فقط على المحافظات الغربية والوسط. نحن اليوم محافظات الجنوب كلها تنتفض وكلها تتعرض للقمع. للأسف هذا القمع الذي غير مسبوق، ونتأسف على بعض رجالات الدين الذين أفتوا للميليشيات بقمع المتظاهرين. كنا نتوقع من رجالات الدين ولا نتوقع من رجالات الحكومة
أن طيب يعني هل تتوقعون أنه سيتم الأخذ بهذه الدلائل وهذا التقرير الذي قدمتموه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان؟ وهل يمكن لمفوضية سامية لحقوق الإنسان أن تقدم شيء ما فيه منفعة للعراق وللمتظاهرين بشكل خاص الآن؟ الخميس القادم هناك جلسة طارئة في الأمم المتحدة وفي جنيف، وسيعرض الملف بشكل عام. هل ستكون هناك نتائج أم لا؟ لا أعرف حقيقة، هذا أمر دائما يناقش في أروقة الأمم المتحدة. لكن الأهم أن الشعب العراقي اليوم من شماله إلى جنوبه، غربه وجنوبه، منتفض، غير راضي على هذا الأسلوب. والمقاطعة الانتخابية كانت نذير لهذه الاحتجاجات. نسبة المقاطعة في الانتخابات، نحن نتوقع أنه ما حدث بهذه الاحتجاجات لن تمر هكذا، هي مؤشرات كبيرة ومتصاعدة، والشعب لن يسكت على سوء الخدمات ونتوقع أن هذه الاحتجاجات كلها ما بعد. مدير المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية سيد مخلف عبد الصمد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.